مصر جميلة، ما بين صحاريها وجبالها، بحورها ونيلها، محميتها وناسها. حملة إيكو إيجيبت هتاخدنا في رحلة لمحميات مصر الطبيعية، وهنقابل 11 قبيلة كلهم لسه متمسكين بالعيشة في الطبيعة ومحافظين عليها على مر السنين. الجبل بيكلمني وبيفسحني، كل حياتي في الجبل. أنا تعالوا نعرفهم أكتر ونتعلم منهم عشان مصر تفضل جميلة بكل حاجة فيها. نوبة يعني بلاد الذهب، سباق الهجن بين الترابين ومزينة. الحاجات دي احنا واخدينها من التراث، احنا من أساسنا وبتوع طرق وبتوع جبال. جميلة يا مصر، محمية بنفسها.